الدار البيضاء، رحلة الوداد ومستجدات الفريق في تقرير محمد عبد الساق. الجمعة سيرحل الوداد البيضاوي إلى مالي تأهبا لمواجهة فريق الجوليبا. المباراة تندرج ضمن ذهاب الجولة الثالثة لدوري المجموعات. بعثة الفريق الوداد البيضاوي ستستغرق رحلتها المباشرة إلى مالي 3 ساعات ونصف، إذ سيخوض اللاعبون حصة تدريبية في اليوم نفسه من الوصول. الفريق الأحمر سيغيب عن صفوفه الموتيس لجمعه إندارين وفابريس أندما غير مؤهل إفريقيا وأيوب القاسمي للإصابة بعد أن خضع لعملية جراحية على مستوى القدم. غيابات قد تؤثر على طموح الوداد في مسيرة الاحتفاظ باللقب الإفريقي بالمغرب للسنة الثالثة على التوالي بعد الفتح الرباطي والمغرب الفاسي، لكن الوداد قد يعوض أي نقص، وهو الفريق الذي يبدو عليه السير من باب الصدفة إلى ترسيخ تقليدا بإحرازه لقبا قاريا كل 10 سنوات بعد أن توج بأبطال إفريقيا سنة 1992 وكأس الكؤوس 2002. الوداد البيضاوي يعلم جيدا أنه سيواجه فريقا الأفضل محليا والأكثر تتويجا، لكنه يعي أيضا أن الجوليبا لم تطع أقدامه البوديوم الإفريقي. الوداد سيكون ضيفا في ملعب موديبو كيتا ويتسع ل 35,000 متفرج، وسبق له أن احتضن 7 مباريات في إفريقيا سنة 2002. الواقع الآن يفرض على الوداد تدارك التعادلين أمام استاد المالي واليوبار الكونغولي من أجل تأمين حظوظه في الدور الموالي.